على اللاعبين وادي عبد السلام محمد ابو مليك يا امير المطوف وادي عبد الحميد الغزالي بعد العام حلو عبد المتعب هل يكفي عبد الاحمد في الخطه سلام يا متعب يا سلام يا متعب اول هدف في اللقاء على الطريق امام نقطه النص المباراه اللي امام هنا التوقع والتقدم والاحساس العالي عماد متعب لا يخطي ابدا في مثل هذه الكرات يحتاج لاستعاده قدراته ويجد في هذه اللحظه شوف الاعاده شوف الاعاده هذه من عبد الله السعيد لمسه حلوه ليأتي هدف وانتصار الأهلي في الدقيقة الثانية عن طريق محمد نبي منه وفكرنا بأهدافه في وسط الملعب وشطر في غزة وشطر في سوريا من جديد للكتيبة والقبيلة الأهلوية النادي الأهلي حسام غالي مبروك الكاس مبروك التتويج حفوها لروح الشهداء وهكذا كتبت وكانت من نصيبهم من أجل الشهداء بورسعيد مبروك للنادي الأهلي هذه البطولة القارية الجديدة عندك للترجي التونسي الحظ الأوفر في قادم المواعيد كرة القدم في أبهى تجلياتها في أبهى عناصر الروح الرياضية الحقيقة مش متعودين بيه في الأطر العربية وفي الماتشات العربية وخاصة اللي كانت المواجهات التونسية المصرية والمنافسات الكروية بين تونس ومصر لكن هذه بركات ثورتينا الثورة التونسية والثورة المصرية
يتلقوا في اللحظات الأمام الميداليات. وأمامنا هنا الكأس الأميرة السمراء في أحضان النادي الأهلي 72 طبعاً رقم الضحايا اللي كانوا في كارثة بورسعيد، الجماهير الأهلاوية اللي صنعت هذه الفرحة مع مجلس إدارة مع لاعبين يؤدوا بمنتهى القوة. أحمد عادل عبد المنعم أمامنا في هذه اللقطة أيضاً من ضمن النجوم المتواجدين في قائمة النادي الأهلي، هؤلاء هم الأبطال بالفعل. الكأس في أحضان الأهلي، الإنجازات، البطولات دائماً وأبداً. وائل جمعة يرفع أمامنا الكأس، أدي صخر الدفاع وائل جمعة. أبو أحمد، أدي أبو أحمد وحبيبة يرفع أمامنا في هذه اللحظات التاريخية بقى، أدي النجم الكبير وائل جمعة. ورقم يعني سياسي، 6 بطولات لهذا النجم الكبير، 6 بطولات لوائل جمعة في تاريخه مع النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، رقم جديد. لكن الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي